الهلالية، السيرة الهلالية موروث ثقافي فولكلوري عظيم، عظيم بمعنى الملحمية اللي فيه والأفكار والشخصيات وطوله. بيقولوا إنه السيرة الهلالية تجيلها كده يجي مليون بيت. سيرة موجودة في مصر وليبيا وتونس والمغرب العربي، أبطالها أقطاب: أبو زيد الهلالي سلامة والزناتي خليفة، بطل من مصر وبطل من تونس. الاثنين صحيح انه كان دايما في صراع ما بينهم، بس كانوا بيمتازوا بصفات الشهامه والبطوله والقوه، صفات البطل الشعبي اللي الكل بيبحث عنه في بلاد. السيره الهلاليه بتلخص حاله من العشق والمنافسه والمحبه في الشخصيات الرئيسيه فيها، سواء كان بقى ابو زيد الهلالي ولا زناتي خليفه ولا عزيزه ولا يونس، فيها اشخاص كتير جدا، وبتتغنى بتصرف من بلد الى اخر. يعني احنا في مصر البطل الاكبر او البطل فيها هو ابو زيد الهلالي، في المغرب العربي وفي تونس البطل اكتر هو الزناتي خليفه، انما المحتوى واحد، تراث واحد، روافد واحده. هو او ضيفنا النهارده دايما هتلاقي فيه او في حفلاته الغنائيه ثوابت، او تاريخه الغنائي فيه ثوابت، تقدر تلخصه كده ما بين اغنيتين. يعني يقف ويغني يا صلاة الزين يا صلاة الزين، وبعد كده يكمل بلموني اللي غاروا مني. لطفي بوشناق. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا الفنان الكبير لطفي بوشناق. تحيه حب صادقه من القلب من تونس الخضراء لكافه الساده المشاهدين، وتحيه لك انت ولبرنامجك، ومزيد من التالق والنجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. حضرتك عشت في القاهرة لسنوات، كنت بتشتغل خمس سنوات، كنت رئيس محطة خطوط الجوية التونسية في القاهرة من 81 لغاية 86. كنت بتشتغل في الخطوط الجوية؟ نعم كنت، وبعدين يعني كانت الجوية الفرنسية ولا التونسية؟ التونسية، التونسية. كانت فترة مهمة جدا جدا في حياتي، لأني دخلت في الوسط الفني، وكنت مع كبار الملحنين اللي كان لي الشرف أني قابلتهم وقعدت معاهم وجلست معاهم وتعلمت منهم، وما زلنا نتعلم منهم. أمثال الله يرحمه الأستاذي وبابا العزيز أحمد صدقي، وبابا السيد مكاوي، أستاذ محمد الموجي، أستاذ عبد السلام أمين، الأستاذ هاني شنودة، الأستاذ بليغ، الأستاذ السلطان، الأستاذ حلمي بكر، يعني والقائمة تطول. وشفتهم كيفاش يشتغلوا، وأنا كنت نبيه جدا، وكنت يعني أنا عندي، وهذا فضل الله، عندي الذاكرة، وعندي يسميوني الملقاط، يسميوني الملقاط، يعني نسمع حاجة وأنا دائما نقول، أنطلق من مبدأ أنه يموت المعلم وما يتعلم، والدنيا يعني كلها يعني تجارب، وقد ما تقول أنا عرفت قد ما تحس أنك ما عرفتش، وقد ما تقول أنت أنا وصلت تقول أنت تلقى نفسك ما وصلتش يعني. وفن الموسيقى والفن يعني بحر، بحر عميق جدا جدا، وأنا دائما في لقاءاتي أقول سأظل لآخر لحظة في حياتي تلميذ وتلميذ مجتهد، وإن شاء الله نأدي الأمانة ونأدي الرسالة بما يرضي الله وبما يرضي الضمير وبما تتطلبه الحرفية والمهنية. طيب يعني حضرتك كنت موظف في الخطوط الجوية التونسية ومطرب في نفس الوقت؟ أي نعم. يعني ما فيش حاجة سبقت التانية، كانوا الاثنين ماشيين. كنت حبيت نجي نشوف الجو كيفاش، يعني الجو المصري. احنا تربيت كما تفضلت سيادتك في التقديم، أنا حافظ التراث المصري من أيام الأسطوانات بدون خشخشة، بيضافون دول
يعني الادوار متاع سيد درويش، صالح عبد الحي، سلامه حجازي، ابو العلا، منيره المهديه، فتحيه احمد، ام كلثوم، يعني هذا بالنسبه لمصر. غير يعني انا 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 يعني عصامي، انا ما نقراش النوطه وما عملتش كونسرفاتوار، بس ثقافتي كلها مستوحيها واخذها من السماع، بسمع وبسمع الملاحظة. يعني أول علاقتك بالموسيقى كانت إزاي وفين وفي أي ظروف؟ أنا في عائلة فيها 17 خال وعشرة عمومة وعشرة أخوات، وأنا القبل الأخير. أبويا كان مش سي السيد، يعني المعلم بتاع سي السيد في في القساوة، كان استحالة تجيب سيرة مزيكا وفن هذا غير وارد. يعني والدك كان شخصيته أقسى من شخصية سي السيد؟ بكثير بكثير. كان يعني ما يعني كانت الناس تحمل فكرة على الفن وعلى الفنان، أنه دايما الفنان هو البوهيمي، هو اللي ما عندوش مستقبل، هو الرجل يعني اللي ما مش ملتزم. وهذا غلط. يعني أنا أغتنم الفرصة باش نقول، يعني أنا من أهم الأشياء حاليا اللي تبقات لنا نحن العرب لتبليغ الرسالة وتلميع الصورة وتثبيت الهوية ودعم الاقتصاد هي الثقافة، هي الثقافة. وما نحن نعيشه حاليا في العالم العربي، ونعتبر هي أسوأ فترة عاشتها الأمة العربية هذه الأيام، هي الثقافة، لأنها كانت غائبة. يعني فكان استحالة أن نجيب السيرة على الفن مع أبويا وكلام هذا. أول ما توفى أخي أخذت حرية، كانت حريتي، كان سني واحد يعني 19 سنة أو 18 سنة، وأنا من صغري وأنا كنت بسمع يعني الراديو وبسمع الأغاني. وكانوا يعدوا البرامج في برامج الهواة زي ما ستار أكاديمي والكلام بتاع في تونس. فكنت يعني نشوف في التلفزيون الأصوات، تنتهي الحصة أطلع إلى الغرفة يعني للأوضة بتاع الأوضة مامتي، فيها المراية بتاع الدولاب، وقعد أغني وافتح الشباك ونحلم. وكانت في أفلام كنت ممكن يمر أحلم أنه يسمعني وعلي في صوتي وافتح الشباك، قلت ممكنش يمر ملحن يسمع صوتي يستبنيني، كنت يعني بحلم عايش في يعني هيكتشفك من الشباك. ده الناس بتقعد ده انا مش شباك ارمي لك حالي. تقعد تغني تقول ايه بقى؟ يعني انت نفسك حد يعدي فيسمع صوتك، ايه تقول ايه؟ كنت نقول اي حاجه، انا كنت حافظ، انا عندي ذاكره، لاني انا كنت بدرس في الكتاب هو المدرسه القرآنيه، وكنت بحفظ كثير. يعني ذاكرتي الحمد لله يعني ما شاء الله فضل الله، وتربيت من الكتاب من حفظ القرآن. فكنت بحفظ الأغاني ونحب نغني، بس استحالة انت تسمع صوت. مين بقى عدى جنب الشباك واكتشفك؟ لغاية دلوقتي بستنى. يعني بدأت رحلتك الفنية ازاي؟ يعني اولا انا مستغربة حضرتك بتقول انه دخولك الفن كان بصعوبة أسرية. انا تخيلت انه صوت ما شاء الله جهوري متسع مصقول عريض، اكيد انا تخيلت ان عيلتكم كلها بتغني، يعني شيء متوارث. ما هو لا مع انه ابويا قالوا لي كان زمان ابوه كان يحبه، كان يعزف بيانو، كان يعزف بيانو، لكن في آخر أياماته كان كبرت شوية أنا في السن، فصار يسمعني شوية، وكان في بعض أحيان كده يعني يقول كلمتين فأنا نحب نسمعه، فدايما يقول لا مش بطال، يلا ما كانش بيشجعني يعني على الغنى. فأول ما توفى التحقت بنادي ابن خلدون في تونس، وكان الأستاذ متاعنا كان حاسس بإمكانياتي، أستاذ توفيق الضبيبي الله يرحمه، كان حاسس بإمكانياتي، كان تاركني لأنه كانت معايا نجوم كبيرة معروفة. كانت عندنا حفلة في منطقة على تبعد حوالي 50 كيلو على تونس، فاغتنم الفرصة أنه يقدمني. ومن يوميها غنيت أول أغنية لأجل النبي للمرحوم الفنان الكبير الله يرحمه الكحلاوي. الله يرحمه، كان أبويا كذلك، وكنت نروح له في بيته في يعني الزمالك. أول أغنية
أول أغنية غناها لطفي مشناق على المسرح على كانت المسرح أغنية لأجل النبي. من وقتها نغني لليوم. فهي الصدفة جات. وعمري ما سعيت أنا باش نولي فنان، ولا عمري ما خططت باش نولي فنان. وإلى يومنا هذا نقولها، ولو أني كثير ناس يقولوا لي تعيد نفس الكلام، أنا دائما أقول أنا فنان لا أبحث عن موقعا في هذه الساحة بقدر ما أبحث عن عمل يذكره لي التاريخ، وعمل يبقى في الذاكرة، وإن شاء الله يا ربي نضيف ولو ذرة واحدة في هرم تاريخ هذه الموسيقى العربية، وإن شاء الله أعيش بعد موتي، ربي يعطينا طولة العمر الكل، إن شاء الله نبقى في الذاكرة، هذا ما أسعى إليه. ربي يخليك ربنا يديلك طولة العمر. أغانيك طبعا عمرها طويل جدا وربنا يديك الصحة وطولة العمر، بس احكي لي عن تكريم المهرجان الإسكندرية. قال الأستاذ الفنان الكبير هاني مهنا طلبني وقال لي أستاذ لطفي باش تيجي راهو ما باش نشارك في تحيا مصر. قلت له لا قيد ولا شرط، مش حفلة واحدة، إن شاء الله نلف كل التراب المصري. أنا متطوع و أتعهد بهذا الكلام على الهوى مع سيادتك، ويعني ووعد يعني مصر. ليه؟ نعم ليه مصر؟ ليه كانت دي استجابتك؟ مصر أنا قلت لك في أول البرنامج هي الوتد متاع الأمة العربية، لا قدر الله هذه البلد المحروسة، وثقتي كبيرة في رجالها وفي شبابها وفي في نسائها، يعني لا قدر الله يعني لو حصل شيء في مصر باي باي العالم العربي، باي باي الصناعة دي. سيد لطفي بشناق، القناعة دي قناعة لها علاقة بقراية التاريخ ولا لها علاقة بالإحساس ولا حقيقة. لها علاقة هذه حقيقة. حاليا تحب نحكي بكل صراحة، الجيش الوحيد الذي تبقى حاليا من أعظم الجيوش التي تبقت للمواجهة ما نحبش نذكر هي مصر. 90 مليون بتاعها بجيشها اللي عبر قناة السويس وخط بارليف والتاريخ متاعه، هي الوحيدة اللي بقت. كلمة حق، وخصوصا في هذه الظروف لازم تقولها بكل أمانة وبكل صدق، لأن الوضع كما قلت لك الذي نعيشه يعني وضع صعب، فعلينا بدون مجاملة وبدون نفاق وبدون رمي ودود، هذا انتهى الموضوع، هذا نحن في حالة حرجة، فعلينا نقول الحقيقة وبكل صدق. وأنا فنان سيد لطفي بشناق، يعني نقول دلوقتي على الهواء زي ما بيقولوها بالفصحى بملء الفيه، يعني بملء بقنا، أي حفلات أو مناسبات لدعم هذا البلد أنت موجود دون قيد أو شرط. دون قيد أو شرط، وأي بلد عربي ثاني كذلك بكل صراحة. أنا مستعد، وأنا اسمح لي أختي منى العزيزة، أنا عندي مدة شايل الحدود من دماغي، هذا الوطن العربي كل شبر فيه هو ملكي، هو جزء مني، لي فيه حق وله علي حق، فلازم أقدم واجبي وأقدم خدمتي لهذا الوطن العربي اللي اعتز به من المحيط إلى الخليج. يعني ما فماش قضية كانت، يعني القضية الفلسطينية، العراق، يعني سراييفو، وحتى أي قضية إنسانية عالمية أنا نكون موجود بها، فما بالك قضية عربية. أنا دائما موجود وهذا أعتبره أن هذا دور الفنان ودور يعني الإنسان ودور الفنان والإنسان الذي يستحق لقب فنان. طب وأكل العيش بقى، يعني لما هتعمل حفلات مجانية طول الوقت أنا أشتغل أي شغل. أنا زي ما تفضلت في تقديم في تقديمي، أنا فنان أعيش لأغني ولا أغني لأعيش. عملت حسابي من أول حتى وقت اللي جيت مصر كنت بشتغل باش ما نتلازش، باش ما نضطرش اني اتنازل عن مبادئي وعن سياستي، باش نروح
نجامل حد باش ناكل عيش، اعمل اي حاجه ان شاء الله امسح القزم، لكن لا اتنازل عن مبادئي وعلى فني. ليه عيطت او بكيت وانت على المسرح؟ تعبنا. انا ما عملتش حاجه في حياتي، انا رجل عدل، انا رجل مستقيم، انا رجل بشتغل وبحب بلدي وبحب وطني وبحب شعبي وبحب الانسان اينما كان بمختلف لونه ودينه، لكن الاقي نفسي بجر في عبء لا حول لي ولا قوة، يعني ما عملتش فيه حاجة، واحنا تعبنا، احنا رايحة فين؟ وهذه المشكلة حاليا اللي عايشتها الشباب العربي والأمة العربية، انا فين رايح فين؟ يعني عارفها حالة ألا حرب ولا سلم، هذه اكثر من الحرب. انت انا في حرب خلاص انا رايح حموت ولا في سلم اوكي لازم انام، بس لكده هذه صعبة. كفاح مستمر وارتباك مستمر. وحلمك يتحول لكابوس، وكابوسك يتحول إلى حقيقة، وحقيقتك تخاف تغيرها بحلم جديد ليتحول لكابوس جديد. خلينا نسترجع اللحظة دي على المسرح. أنا مواطن عندما بكى لطفي بوشناق وأبكى العالم العربي معه. لا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب برب خلوا للوطن. يا وطن وانت حبيبي وانت عز وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي، يا وطن وانت حبيبي وانت عز. هو مش انا بس بكيت، حتى نص الفرقه بكت. لو تلاحظ بالصوره موجوده الانونجي اهو اهو بيمسح ده. في اهو دي هادي ايه عشان تعمل الاغنيه عملت عليها بروفات كتير واشتغلت وحضرت ولا فيها بروفات. وانا نحب نقول لك بكل صراحه وبكل صدق ما يعرفه عني الجمهور العربي والجمهور المصري لا يتجاوز 10 أو 20% من كل الأعمال. صحيح. هذه الأغنية وصلت لأنها تصورت، والأغنية نحن نعيش عهد الصوت والصورة. الأغنية التي لا تصور حاليا وكأنها ولدت ميتة. إيه اللحظة اللي خلتك تنهار في البكاء؟ كانت أول مرة نغنيها على المسرح، وكانت وقتها تونس بعد الثورة كانت يعني زي ما حصل في مصر الله أكبر، ما الذي يحصل؟ بلادي، شعبي، ومين دول اللي طلعوا؟ تاريخي، ومين دول اللي عايزين يغيروا هوية تاريخي، حاضري، مستقبلي، أولادي، ماضية، كله، يعني
يعني مش يا اخوانا خذوا اللي انتوا عايزينه، بس ما تبيعولناش البلد وما تبيعوش الشعب وما تبيعوش البلاد، تبيعوها عشان كرسي وعشان مصلحة. احنا ما صدقنا يعني، قلنا يلا خلاص ان شاء الله يعني تتغير الامور، وان شاء الله يعني كل اللي نتمناه انه نعود كده لحالة من السواء السياسي حيشي. والوطني والاجتماعي حيشي بإذن ان شاء الله. بإذن الله. طيب يعني عشان نقفل موضوع السيدة زينب اللي انت كنت او مناطق مصر، كانت ايه الاغنية اللي انت بتحب تسمعها وانت بتلف كده في الحواري؟ قلت لي وصلت للبطنية. لا لازم نشوف، لازم نشوف ايه الاغنية اللي كانت بتحضرك بكثرة وانت في الفترة دي، اغنية مصرية. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، المعلم المعلم فاكر لحنها؟ ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان أنول كل الرضا يما تروح له مرتين، من السيدة لسيدنا الحسين. مدد مدد يا سيدنا الحسين. عبد المطلب نموت عليه. ايه ده والله؟ والله نموت عليه. قديش تلقائي وقديش راجل كان يغني وبحركاته وله عامل نفسه يعني بطبيعته باللفه بتاع راسه بس شيء طالع من جواه وطالع بصوت وبعبقريه يعني انا من عشاق هذا الرجل، من عشاقه. بعد الفاصل هنكمل مش مع سيد لطفي بوشناق وحيدا منفردا، هيبقى معانا ضيف اخر ينضم لنا. مرحبا بي. عود لطفي بوشناق على راسي بعد الفاصل. وحقك انت المنى مطلب، روح تسمع للسونات مش بتجيلك في الراديو. الناس المغرمين ما يعملوش كده. احنا لازم نفضل الاشتباك ده النهارده. احنا بنعمل دور سي السيد. بيغني على الحان شتراوس. تدلل يا حبي ما تشوف مني ملاك، تعودنا انا وقلبي على دلالي الايام. ايه الحلاوه دي يا سي لطفي؟ الفن هو الجسر الذي يربط الشعوب بين بعضها. يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على مصر يا صلاتي الزين. هو انا شرفني يا اخويا. يا سريع في الدم وفي الروح، يا حمامة بتغرد في الدوح. يا 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 مدحين قولوا على سعد الزناتي خليفة. يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على بسعدة يا صلاتي الزين.